الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، فقد عرفت بين إخوان المؤمنين بخواطري حول القرآن الكريم، وخواطري حول القرآن الكريم لا تعني تفسيرا للقرآن، وإنما هي هبات صفائية تخطر على قلب المؤمن في آية أو بعض آية. ولو أن القرآن كان من الممكن أن يفسر لكان صلى الله عليه وسلم أولى الناس بتفسير هذا القرآن، لأنه عليه نزل وبهم فعل. ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم بيّن للناس على قدر حاجتهم في البيان، فبيّن لهم الأحكام التكليفية التي يساب المرء إن فعلها ويعاقب إن تركها. أما كل ما يتعلق بكونيات الوجود وأسرار القرآن حول ذلك الوجود، فقد اكتفى رسول الله صلى الله عليه وسلم بما علم هو نفسه، واكتفى بأن علم منها ما وجد عنده استشرافا للفهم، ولكنه لم يشع ذلك ولم يعمم، لأن العقول قد لا تتقبله. والقرآن لم يأتي ليعلمنا كيف نوجد أسرار الوجود، وإنما جاء القرآن ليكنز أسرار الوجود حتى تجيء العقول ذوات الاستعداد لأن تفهم السر، لأنها حامت حوله بحركة الحياة. حينئذ يكون عطاء القرآن للسر عطاء مجذوبا إليه، لأن الذي يبحث فيه له نشاط فكري حوله. ولذلك لا نجد أن صحابيا من صحابة رسول الله سأله عن شيء كما لم يسأله عن ألف لام ميم ولا عن حاميم عين سين قاف، مع أن رسول الله استقبل أناسا كثيرين يؤمنون بكتاب الله، واستقبل أناسا كثيرين يكفرون بما أنزل الله، وكانوا يريدون أن يقيموا الحجة على رسول الله في أنه أتى بشيء هراء، كلام مجانين. فهل سمعنا أن كافرا من الكفار العتاة قال للقوم وهم بلغاء فصحاء يجيدون العربية ملكة لا صناعة، هل سمعنا من واحد من الكفار أن قال ماذا يعني ألف لام ميم وماذا تعني حاميم عين سنقاف؟ كيف يمر على المكابر المنكر مثل هذه الفواتح للسور ولا يجد فيها ما ينقض على رسول الله شيئا من أمره؟ لا شك أنه انفعل لها، ولم وإن لم يؤمن بها ولم يجد فيها أي شيء يمكن أن ينقض به على رسول الله ليهدم قرآنه هذا. إذن فلا المؤمنون به سألوه عنها ولا الكافرون به سألوه عنها، مع أنهم كانوا حريصين على أن ينقضوا رسول الله بأي شيء من الأشياء. فلو كان في ذلك شيء مما يريدون لقالوا للناس ما هذا، ولكنهم كانوا يقولون لا تسمعوا لهذا القرآن. ومعنى لا تسمعوا لهذا القرآن أنهم يعتقدون مع أنهم كافرون به
أن الذي يسمع القرآن سيجد له الأخذ وسيجد له الأسر وسيجد له الحلاوة وسيجد له التأثير. فالكفار يخافون إن سمع الكفار القرآن أن يميلوا إلى القرآن، ولو كان القرآن لا يعطي شيئا من هذا لما همهم أن يسمعوا لهذا القرآن أو لا يسمعوا. ولا يكتفون بأن يمنعوا السماع للقرآن، بل يقولون والغوا فيه. إلغوا فيه يعني شوشروا عليه. لا يمكن أن يكون ذلك إلا إذا كانوا أصحاب ملكة يفهمون تأثير القرآن في الملكة العربية. الرسول صلى الله عليه وسلم ترك القرآن فيما يتعلق بغير التكليف للزمن. لماذا؟ لأن القرآن كلام الله، والكون خلق الله، وفي الكون آيات يسميها الله آيات، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومن آيات أنك ترى الأرض خاشعة، كل هذه آيات يسميها الله آيات، ويسمي ما ينزل من القرآن آيات. إذن ففي الكون آيات وفي القرآن آيات. الكون آياته تفسر آية القرآن. إذن فعدم تفسير رسول الله لكونيات القرآن هي التفسير لكونيات القرآن، لأنه وسع عطاء العقول، وكل من يستطيع أن يأخذ شيئا من الممكن أن يقوله. إذن فقد يكون في المنع عين العطاء. هذا القرآن، كلمة قرآن دي ساعة نسمعها نقوم نفهم المقروء، لأن قرآن مصدر، قرأ قرآنا زي غفر غفرانا، وأصبح علما على الكمية الكلامية النازلة من الله على محمد صلى الله عليه وسلم بقصد التحدي، ويسميه الله كتابا. إذن هو قرآن، وهو فإن لاحظت القراءة فهو قرآن، وإن لاحظت الكتابة تسجيلية فهو كتاب. القراءة تستلزم حافظا يقرأ، إنما الكتابة لا تستلزم حافظا، مستقبلا لمسجل فيه بالكتابة وبعد ذلك يقرأ من الكتابة. إذن فالقرآن بتسميته قرآنا وبتسميته كتابا دل الله بهذه التسمية على أن القرآن له وسيلتان من وسائل الحفظ، يحفظ في الصدور ويسجل في الصدور، زي ما قيل أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. ولذلك حينما كتب القرآن كان زيد لا يكتب شيئا إلا إذا وجده مكتوبا واثنين حافظينه، يبقى دي بتؤيد. فلم يجد إلا آية واحدة لم يجدها، وجدها مكتوبة ولكنها كانت عند واحد فقط لا عند اثنين. إذن فقعدته ستشذ، هو مش هيكتب كاتب القرآن ده إلا ما يوجد مكتوبا في السطور، ويكون اثنين من اللي حافظينه في السطور يقولوا عليه. فوجد آية، هذه الآية لم يجدها محفوظة إلا عند واحد، فعلى قياسه ما كانتش تكتب. ولكن انظروا إلى الخواطر الإيمانية حين يقذفها الله لاستكمال منهجه. يقول هذا الكاتب: فذكرت أن الآية إنما وجدتها عند خزيمة لوحده، هو اللي حفظها. فذكرت كلمة رسول الله في قوله
من شهد له خزيمة فحسبه. كأن النبي أعطى خزيمة نصاب شهادة. ودي لها حدثة أن رجلا كان رسول الله قد استدان منه دينا، فجاء فقاضى رسول الله على الدين. فلما قاضى رسول الله على الدين الرسول قال لقد أعطيتك، فقال ابغني شاهدا. لم يكن أحد مع رسول الله، فجاء خزيمة بن ثابت ده وقال يا رسول الله أنا كنت حاضرا وأنت تعطيه هذا الدين. فالدائن سكت خلاص، لكن رسول الله بعد أن انتهى قال يا خزيمة أنت لم تكن حاضرا حينما أديت الدين لصاحبه، فكيف قلت أنك كنت معي؟ فقال يا رسول الله أأصدقك في كل ما جئت به ثم أكذبك في كذا درهم؟ إذن ففقه الرجل استنبط أن رسول الله لا بد أن يكون صادقا، وإن كذبناه في هذه فقد كذبناه في كل استنباط. فرسول الله سر من الاستنباط وسر من النفسية الصفائية اللي استطعت أن تأخذ الإيه؟ الحجة. فقال مثل هذا لا يجب أن يمر عليه مرة، بل لابد أن يكرم هذا الفهم. فكرم هذا الفهم وقال من شهد له خزيمة فحسبه. يبقى مدام خزيمة يشهد يبقى انتهت المسألة. ليه؟ لأنه أحسن الفقه وأحسن الاستنباط، فسجلت الآية. إذن فالقرآن قرآن لأنه يقرأ، وكتاب لأنه يقرأ. القرآن ده إذا أردنا أن نعرفه التعريف الحقيقي، هم ساعة يعرفون شيئا يقولون حده كذا، يعني تعريفه كذا أو رسمه كذا. إذا أردت أن تعرف القرآن بقى تعريف تقول القرآن هو، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وتقرأ القرآن كله إلى أن تقول إيه؟ ملك الناس، إيه؟ إله الناس، من شر وسواس الناس الذي يوسوس في من الجنة والناس. يبقى هو تبقى عرفت القرآن. يبقى ما هو القرآن؟ تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وتقرأ من أول الحمد إلى إيه؟ إلى آخر، إلى كلمة الناس اللي في آخر سورة الناس. يبقى هو ده القرآن. لكن العلماء حينما جاءوا ما حبوش بقى، قال لك القرآن نقدر نختصر التعريف بتاعه نقول كلام منزل على محمد صلى الله عليه وسلم كده، بقصد التحدي والإعجاز علشان يبين منهج الله. ده كلام طيب قوي. طيب القرآن كأي كتاب هو من الله، من الله. ايه الميزة اللي للقرآن؟ طب ما هو برضو التوراة من الله، الانجيل من الله، الزبور من الله، صحف موسى كلها من الايه؟ من الله. لكن هذه الكتب كان المقصود بها المنهج فقط، لكن القرآن كان مقصود بها حاجتين اتنين، المنهج والمعجزة الدالة على صدق الرسول. لكن التوراة كانت منهجا فقط، والمعجزة غيرها وهي العصا، والإنجيل منهج فقط، والمعجزة كانت إبراء الأكمة والإيه والأبرص. إذن فالمعجزة شيء والمنهج شيء آخر، لكن القرآن تميز بأنه المنهج والمعجزة معا. لماذا؟ قال لك لأن المناهج أنزلها الله على نية التغيير لها، والقرآن نزل على نية الثبات إلى أن تقوم الساعة، فلا بد أن يؤيد دائما بالمعجزة، وأن تكون المعجزة معه، بحيث يستطيع أي واحد من أتباع سيدنا محمد أن يقول محمد رسول الله وتلك هي معجزته. واحد يقول عيسى رسول الله لا يستطيع أن يشير إلى تلك هي معجزته، لأن معجزته كعود الثقاب ولعت وانتهت، فمن رأى الثقاب والعاً
يحكم بها. ودلوقتي ما يبقاش فيه. برضو اللي شاف معجزة عيسى العصا اللي شافها آية زي عود الكبريت مرة واحدة، معجزة موسى الله. إذن فمعجزته محمد صلى الله عليه وسلم تميزت بأنها كانت عين المنهج والمنهج عين المعجزة، ودي مسألة مفقودة في الرسالات كلها. وأيضا تمثلت في أنها أمر موجود يمكن أن يشار إليه في أي وقت من الأوقات، أما المعجزات السابقة فكانت على قدر أزمانها التي جاءت لها وانتهت، فمن صدقها صدقها ومن لم يصدقها خلاص هو حر. احنا لولا القرآن جي بيها يمكن ما كناش نصدق، لكن أستطيع واحد أن نقول له محمد رسول الله وهذه معجزته، وانظروا كيف قال في كونيات الحياة التي جاءت في القرن العشرين، وما حدش يبقى موجودة ده. ليه؟ لأن العمر في الرسالة القرآنية إلى أن تقوم ليه؟ إلى أن تقوم الساعة. ومدام إلى أن تقوم الساعة وسيظل معجزة إلى أن تقوم الساعة، يبقى لازم عطاؤه كل يوم لازم يزداد ويبقى فيه إعجاز، وإلا لو صب القرآن عطاءه وإعجازه في قرن ثم جاء قرن آخر أيستقبل القرن الآخر بدون إعجاز؟ ممكنش. يبقى لازم إعجاز القرآن يظل مستمر إلى أن تقوم الساعة. ولذلك يربطها الحق سبحانه وتعالى فيقول سنريهم آياتنا في الآفاق، هذه الآيات الكونية، وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه اللي هو مين؟ القرآن الحق. يبقى آيات الكون ستأتي موافقة لآيات الإيه؟ حتى يتبين لهم أنه الحق. وكلمة سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق بتوحي لنا إن اللي حيدينا آيات الكون وأسرار ده يمكن مش مؤمنين، لأن معنى حتى يتبين لهم أنه الحق يبقى كانوا مش فاهمين إن ديه الحق، لكن المؤمن فاهم إن ديه الإيه؟ إن ديه الإيه؟ الحق. القرآن لما يجي نلاقي الحق سبحانه وتعالى أراده إعجازا، لأنه لا يمكن أن يأتي بمعجزة الخلق نفسهم لا يعرفون عنها شيء. ما يمكنش انك تيجي تتحدى واحد كسيح وتقول له تعالى اما تحداك في حمل الاثقال، يمكنش. لازم تتحدى واحد في عمليه هو بيعملها، انما تتحداه. انت تيجي تتحداني في رفع الاثقال انا قلت لك ان انا بعرف اعمل اثقال؟ لا، ما قلتلكش ان انا بعمل اثقال. اذا ما يمكنش. فاذا لما يجي يقول ان القران جاء فتحدى العرب واعجزهم، اوعوا انت يعني العرب يزلوا في نظركم، لا، ده تحدي القرآن للعرب شهادة للعرب على انهم متفوقون في الكلمة، شهادة للعرب على انهم متفوقون في دنيا الكلمة. ومدام متفوقين في دنيا الكلمة يبقى هم دول لما يغلبهم القرآن يبقى في حجة، انما انسان مش متفوق في حاجة وبعدين تغلبه مفيش فوق ليك ابدا. يبقى اذا لازم يكون الجماعه اللي هيجي لهم القران دول في المحيط المحمدي لازم يكون عندهم نبوغ الكلمه. ومعنى نبوغ الكلمه يعني عندهم الاداء الجيد المستميل المعبر المطرب المعجب. نقوم نقول ده كلام عال قوي. طيب الاداء الطيب المعجب المطرب اللي مألوف عند العرب شعرا ونسرا وخطابة، ننظر موقع محمد صلى الله عليه وسلم منه موقعه ايه. عاش رسول الله الى سن 40 وما عهد عليه الا كلام عادي، مش زي البلغاء، مش زي قس بن ساعدة ابدا، مش زي اكسم بن صيف ابدا، كلام عادي، حتى مش زي طبقة يعني عالية لها بلاغة ولا له علاقة بالحكاية دي خالص.
شوفوا بقى الفكرة جاية ازاي، مع انه جاي يتحدى بلاغة. اما هو قال لك عايز يتحدى المرتاضين في البلاغة بانسان لم يشهر عنه انه قال شيئا في البلاغة، علشان نعرف انها مش من عنده. ولذلك انا كنت بقول العبقريات الادائية او المواهب اللي موجودة في البشر، ما هو العقد الذي تأتي فيه مواهب الناس؟ العقد من هو؟ وجدناه في آخر العقد الثاني وأوائل العقد الثالث تنشأ الموهبة والعبقرية والنبوغ. إنما في واحد نبوغه وعبقريته ما بتنشأش إلا في سن 40، مش عبقرية أبدا تأخر أبدا لسن 40 دي أبدا. طيب لما يفاجأ كده العالم بأن محمد بن عبد الله الأمي اللي ما عهدش عنه لا خطب ولا كتب ولا قال شعر ولا عمل ولا ارتاض في دنيا البلاغات، وبعدين التفت لقاه الكلام يعجز عنه أصحاب هذه المواهب، نقول له طيب الموهبة دي تفجرت إمتى في محمد؟ سن 40 كانت عنده وحجزها إلى سن 40 وبعدين فجرها؟ مش معقول. ليه؟ لأنه يعيش في عالم يموت فيه الناس، هل كان يضمن أن يعيش إلى أن يفجر هذه العبقرية في سن 40؟ إذن هي ما كانتش عنده ثم جاءت له. ولذلك القرآن لما جه يعرض المسألة دي العرض اللي بيدك أفكار المتشككين في القرآن، وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدله، قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، أصلا مش اللي قايله، هو أنا اللي قايله علشان أبدله، قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. شوف شوف القوة بقى، قل ربنا بيعلمه يرد، لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبست فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. طب من قاعد وياك 40 سنة سمعتوني قلت كلمة ولا قلت قصيدة ولا قلت شعري ولا خطبت ولا، شوف بقى ازاي، فقد لبست فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. اعقلهم واعرفوا النادي لو كانت عندي كتيب قالها صادة من زمان. ثم من الذي ينسب إليه الكمال فيرفض الكمال ويقول مش بتاعي؟ ده الناس بتدعي كمالات الغير تسرقها، بتسرق الكمال من الغير. فواحد الناس بيقولوا له لا ده انت اللي قايل الكلام ده، يقول والله لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا ادراكم به فقد لبست فيكم عمرا من قبله افلا تعقلون. افهموا. وبعد ذلك نيجي نلاقي رسول الله صلى الله عليه وسلم ياتي لنا بكلام يقول ده قران، وكلام تاني يقول ده حديث قدسي، وكلام ثالث يقول ده حديث نبوي. كم لون من الكلام يؤثر عنه؟ ثلاثة، شيء قرآن وشيء حديث ايه قدسي وشيء حديث نبوي. طب هاتولي اي عبقري من عباقرة الاداء في الدنيا من يوم ما انخلق يكون له ثلاث اساليب لكل اسلوب طابع مميز لا يشتبه بغيره، وبعدين يقول انا النهاردة هقول كلام نحطه في بند القرآن، وهقول النهاردة كلام نحطه في بند الايه الاحاديث القدسية، وهقول النهاردة كلام نحطه في بند الاحاديث الايه. مش ممكن ابدا لكل واحد ثلاث شخصيات اسلوبية، بل لكل واحد شخصية اسلوبية ان حاول ان يمنعها لازم تغلبه. فكيف استطاع ان يقول هذا قرآن وهذا حديث قدسي وهذا حديث نبوي ثلاثة؟ الله، شيء عجيب. تبقى دي دليل صحيح على انها من عند الله مش من عنده. اذن
التشخص الأسلوبي فيما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمنهج اللي هو القرآن، اللي هو الحديث الايه القدسي، اللي هو الحديث النبوي، دي شهادة على أنها أساليب متميزة، مش أسلوب واحد ينفعل مرة فيصير انفعاله قرآنا وينفعل مرة أخرى فيصير انفعاله حديثا قدسيا وينفعل مرة ثالثة فيصير انفعاله حديث نبوي. إذن فالحق سبحانه وتعالى ساعة أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم وفاجأ الناس بهذا البيان، ابتدأوا اتلخبطهم زي ما بيقولوا، عايزين يكذبوا مش عارفين يقولوا يكذبوا ازاي. اهم قالوا ده ساحر، قلنا لهم بكل منتهى البساطة، طب مدام ساحر وسحر الناس لماذا لم يسحركم انتم عشان تؤمنوا به زي اللي امنوا؟ لو كان ساحر ما كنتوش امتنعتوا عليه، كان سحركم انتوا الاخرين، انما كونكم دلوقتي لحد دلوقتي قاعدين من غير سحر يبقى دليل على انه مش سحر يا كذابين. طيب يقولوا ده مجنون، تقول لهم ما هي الجنون ده؟ هو ايه الجنون؟ العمل على غير رتابة، يعني عمل ينعمل كده من غير كده. فهل العمل بتاع محمد عليه الصلاة والسلام على رتابة؟ لا، ده على خلق. ومعنى الخلق الصفة الراسخة في النفس اللي يصدر عنها الفعل بيسر وسهولة، ادي معنى الايه الخلق. فلان يقولك خلقه الصدق، ان كان بيتكلف انه يبقى صادق يبقى مش خلق، انما الصدق يحصل عنده كده ايه طبيعي. وديا ولذلك بقولك الصدق يبقى ملكة. الاعمال الجوارحية فيها حاجة اسمها تسمعها، يقولك العمل ده بقى آلي. آلي يعني ايه؟ يعني الفكر ما عادش له قوي دخل فيه. فلما يقول لك آلي يبقى ما عندش بتتعب. مثلا لا مؤاخذه، الانسان لما يتعلم الخياطه اول ما بيروح يتعلم القسطه بتاعه بيديله الابره والفتله وحته قماشه كده ويقعد بقى يلضم في الابره، يجي يلضم في الابره كده يقوم الفتلة أثرها تطلع طويلة تنتني، يقوم يأثرها المرة دي شوية، وبعدين يجي يحطها تاني مثلا مرة يقوم يلاقي فيها مثلا الزغبارة دي عمالة، يقوم يمسكها وإيه وينتفع، وبعدين برضو ما تجيش يقوم يمسكها وبالله بريق وإيه ويبرم، وبعدين يجي يحط مش عارف إيه. دي عملية تكلفية، تقعد على ما يلضم الفتلة. كل التجارب الجزئية في كل حركة علمته حاجة، لما يتعلم كل الحاجات مرة واحدة وساعة يمسك البتاع كده ويروح عاملها ويقول له مش عارف، بقت آلية. آلية يعني ايه؟ تصدر الأفعال بيسر وسهولة مش بتعب. اللي بيتعلم سواقة السيارة الأول يقول له اقعد وزن نفسك واقعد للمراية ادي حاول، ويقعد يديله شوية رسوق، وبعدين يقول له افتح المش عارف اللي، وبعدين يقول له اقعد وحط دي على رجلك على هنا ورجلك، وبعدين يقعد بقى يتلخبط، وممكن يمرار يجي يدوس على البتاع اللي على البنزين يدوس على مثلا. بتحصل الحاجات اللي زي دي فيقال لسه العمل ما بقاش آلي، انما بعدين يتعلم ويقعد يكلمك ويمكن وهو نعسان يجري العمليات دي، اهو يقال ان العمل آلي. العمل كذلك الخلق، إذا صدرت الأعمال بيسر وسهولة على الخلق على صاحب الخلق يقال إنه إيه بقى خلق، طبع ثابت فيه ما يعرف ما يقدرش يكذب. إنما نقول لك لا نكذب فيه دي، طب عشان خطف لن نزدق فيه قول لا مش خلق بقى. إذن فالخلق معناها إيه؟ انطباع النفس على السلوك انطباعا ييسر الحركة فيه بدون فكر. فيقال فلان خلقه الكرم إذا كان كلامه كده ما بي، وخلقه الصدق وخلقه الأمانة خلقه. طيب انتوا شاهدين بأن محمد إيه شكله؟ خلقه، يبقى مدام خلقه يبقى حاجة رهن لملكة ثابتة في نفسه يبقى مش مجنون. ولذلك شوف نون والقلم ما أنت
بنعمة ربك بمجنون ويجيب الدليل وإنك لعلى خلق عظيم. هو المجنون يبقى له خلق؟ ما يبقاش له خلق عشان تصدر عنه ده، بتصدر الأفعال كده هو زي ما تيجي. يبقى ربنا قال إيه؟ إنك لمجنون وإنك لعلى، يبقى إنك على خلق عظيم أي بشهادتهم، بدليل انهم كانوا كافرين به وما يجدوش امين يعينه عنده الاشياء اللي هو شو التناقض. اذن فكل ما يقولوا على حاجة تطلع كذب، كل ما يقولوا على حاجة تطلع ايه؟ تطلع كذب، الى لدرجة انهم هم نفسهم قرم قالوا ايه؟ اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجارة من السماء. شوف الحمق، هذا حمق. طب إن كان هذا هو الحق يبقى كان المنطق يقول لك اهدينا له، إنما يدل على إيه؟ على أنهم كارهين الحق من ده، كارهين الحق. فإن كان الحق اللي جايبه ده لا بقى الدنيا نموت أحسن. الله ليه؟ من كان الحق من ده ربنا يهديكوا له وخلاص، بدليل إنهم يقولوا وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. إذن فالقرآن في ذاته لا اعتراض عليه، ولكن الاعتراض فقط أن يكون على يد هذا. يبقى أنتم مش موضوعيين في الحكم، الموضوع في الحكم يبقى ملوش دعوة إلا بجوهر الشيء، ملوش دعوة بمن جاء على إيه؟ بمن جاء على يده. إذن القرآن أخذ هذه الضجة عند المؤمنين وعند كل ما ينزل على المؤمنين يزدادوا إيمان، وكل ما ينزل على الكافرين يحاولوا منهم يجدوا فيه منافذ، ما يجدوش ابدا، ما يجدوش منافذ، الى ان انتهى الامر وايه. وانا الحق سبحانه وتعالى حين يعطي رسله منهجا، الحق غيب، حين يعطي يبقى عطاؤه غيب، عطاؤه غيب. فيجي لما يعطي المنهج للرسل يحدد عطاء المناهج للرسل، يقول وما كان ايه لبشر ان يكلمه الله الا وحيا. طبيعة التكوين البشري ما تقدرش تستقبل عن الله مباشرة، يبقى لازم وحي. وحي يعني ايه؟ وحي يعني ايه؟ الوحي هو الاعلام بس بخفاء، الاعلام بخفاء. يعني افرض انك انت مثلا جاء واحد عندك وما انتش عايز مثلا تقابله او تجي له تحيه او بتاع، تقوم كده باشاره خفيه تقول للخادم او للواد كده، يعني يبقى اعلمته بالنبى بايه؟ بخفاء كده. يبقى كل اعلام بخفاء يبقى ده اسمه ايه؟ اسمه وحي. الوحي ما دام اعلام بخفاء يقتضي موحيا ويقتضي موحا إليه ويقتضي موحا، مش كده ولا إيه؟ ربنا يوحي للملائكة مش كده؟ وربنا يوحي للناح مش كده؟ وربنا يوحي لغير أنبياء أو إيه؟ أم موسى مثلا. والشياطين برضو يوحون إلى مين؟ بعضهم بقى يوحون إلى أوليائهم. لكن الوحي حين يطلق كلمة وحي مش مطلق الإعلام بخفاء، لا، الوحي إعلام من الله لرسوله، ده الوحي للصلاحي. فإذا أطلقت كلمة وحي يبقى إعلام ممن؟ من الله. لمين؟ لرسوله. ودوك يبقى وحي اسمه وحي لغوي، إنما الوحي الشرعي إعلام من الله لرسوله. وما دام الله حين يكلم بشرا يوحي إليه لابد له ثلاث طرق. الطريقة الأولى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب زي ما كلم موسى، أو يرسل رسولا زي جبريل مثلا. يبقى كلمة الوحي الأولانية مطلق الإلهام، ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا إيه؟ وحيا يعني إلهاما، ربنا يكذب في قلبه كده الحاجة فيعملها.
طب ما في حاجات بتقذف في قلب الناس كتير، نفرق بينها ازاي؟ ام قال لك ساعة يكون القذف من الحق للمعنى في نفسك تجد التسليم المطلق لكل ملكات نفسك، ما تجدش فيه معارض ابدا ابدا. ولذلك يمكن الخاطر يجي بامر مناقض للعقل عادة ومع ذلك لا تعارضه، ومع ذلك بنضرب مثل، وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم. طب بالله قل لي أي واحدة كده إما تخافي على ابنك ارميه في البحر، طب بالله دي يعني حد يقبلها؟ ها؟ بقى تنجيه من موت مظنون إلى موت محقق، كلام مش. لكن أم موسى خدتها تمام. يبقى إذن الوحي من الله اللي هو الخاطر يقذف في قلب الإنسان إن لم يوجد له معارض من ملكات النفس يبقى ليه؟ لأنه الوارد الأعلى، والوارد الأعلى لا يمكن أن تصدمه ملكة أدنى، إنما الخاطر الثاني اللي يجي اللي هو الخاطر اللي يجي إيه؟ بمناسبته تقول لا ده دي كذا دي كما تقولش فيها أبدا دي كذا، لأن معناها فيها الإنصياعية، زي ما أوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا، إنصياعية. أوحى إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم، وبعدين طمنها لا ما تخافيش ولا تحزني، وادالها الحيثيات، قال لأنني أصدرت الأمر إلى اليم فليلقيه اليم بالساحل، مش اخبرها ان اليم سيلقيه بالساحل، اسمعها امر الله لليم، اسمعها امر الله لليم، مش قال لها ده انا قلت لليم انه يبقى يرميه بره، ده قال فليلقيه وهذا امر لمين؟ فكانه بيطمنه بيقول الامر صدر مني للبحر انه لما يترمي فيه يلقيه فيه، مش خبر منه، لا ده بقول لها الامر صدر انتهت المسألة. فده وجد فيه ايه؟ الاطمئنان. وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب او يرسل رسولا. كل الرسالات بتأتي فيها الثلاث اشياء دي، يا يوحي بخاطر، ولكن روح القدس نفس في روعه، يعني جاء الخاطر ده في ايه؟ في نفسي. كلمني الله بفرضية الصلاة، كلمه من وراء مثلا حجاب، مثلا أرسل رسولا اللي هو إيه؟ جبريل. كل أعمال التكليف تصدر بالثلاث طرق، لكن القرآن لا يثبت إلا بطريق واحد. لم يجئ القرآن نفسا في الخاطر، ولم يجئ القرآن كلاما من وراء حجاب، وإنما جاء القرآن بواسطة إرسال رسول. عشان تبقى علامة، لأن الخاطر من الممكن النفس يمكن، لكن ساعة ما يجي الرسول ويجي الرسول بقى بصلصلة الجرس كده تنبيه على إنه هوب استعد يا محمد حصة الوحي جت، يقول اسمع صلصلة زي صلصلة الايه؟ الجرس. وبعدين شكله يتغير، يسمعون حول رأسه كدوي، اذن فيه تغيير كيماوي في ذات محمد، يبقى ده مش ممكن يلتبس ابدا. اذن فالقرآن انما نزل بايه؟ لم ينزل القرآن بالوحي الاول اللي هو النفس في الروح، ولم ينزل بالكلام من وراء حجاب، وإنما نزل بواسطة إرسال رسول، لأن إرسال الرسول حيجي العملية في محمد عليه الصلاة والسلام تحدث في نفسه ما يطمئنه على أن دي مسألة ما فيها شيء، ما فيها شك، شكله يتغير. يقول لك إذا كان قاعد في حد وركبته على واحد زي ما يكون جبل، إذا كان على دبة تقط، كل العمليات دي دليل على ان فيه واحد.
ولذلك ثقل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم أول الأمر، وبعدين فطر الوحي شوية فاشتاق النبي للوحي. الشوق عادة للعمل للشيء يزيل تبعات التكلف فيه، يعني في حاجة تاخدها الأول بمشقة وبعدين تتعب، وبعدين بعد ما يروح التعب تدرك حلاوة المأخوذ. فإذا اشتقت أنت إلى المعطي الشوق بتاعك ده بيديك طاقة تتحمل فيه متاعب الإيه. ولذلك ورفعنا عنك إيه وزرك الذي أنقض ظهرك، الوحي بقى يجي عليك إيه، بقى يجي عليك خفيف. فكل آيات القرآن ثبتت بالطريق الثالث وهو إرسال رسول. الرسول صلى الله عليه وسلم حين يستقبل القرآن قد يطول استقباله للسورة الطويلة. انظروا بقى إلى الدقة، أو كنا ناخد زمان لما نقول لك إيه اعمل ميزان المسألة شوفها صح ولا مش والله ولا غلط. يوم يجي مثلا تنزل السورة الطويلة ثم يسرى عن رسول الله فيقول أوحي إلي كذا ويقعد إيه فيكتب مين الصحابة. طبعا يكتبوا كلام على من الممكن أنني أقول لك إيه أقعد أتكلم لك ساعتين وأقول لك اكتب كلام جالي، إنما العظمة مش هنا. بعد ما تسجلوا علي وتكتبوا برافو عيدوا، قال هم يكتبوه بعدين هو يقرأ في الصلاة زي مين زي. طب هات واحد كده يتكلم نص ساعة بس نص ساعة وبعدين قول له سجلنا بقى الكلام قول لنا بقى انت قلت ايه انت قلت ايه. لكن هم يسجلوا الكلام الطويل ده وبعدين هو يتلوه قرآنا في الصلاة فيأتي طبق ما نطق به. ولذلك جاءت المتشابهات علشان تدلك على الدقة الصعوبة. تيجي الآيات المتشابهة طب ازاي يعني المعقول ان ناخد المعنى الإجمالي ها؟ المعنى الايه يقول لك ان ذلك من عزم الامور. يعني اشمعنى ان ذلك لا من عزم الامور؟ الناس تيجي تقول لك دي جايه ليه، قول له لا دي جايه علشان تبين لك الدقه في انه هو مش بيقول كل كلام كده، ده كل كلام محسوب. وحتى في الكتابه برضو القران له كتابه، بعض الفاظه له كتابه خاصه عشان يدي له قداسه يقول له مش زي اي كتابه. تقوم انت تيجي تلتفت لايه كتبوا المره دي كده ودي المره دي كده والمره دي. الله امسك ايات الربا في القران كل كلمه ربا في القران مكتوبه بالواو الا ايه واحده مكتوبه بالالف، وما اتيتم من ربا ليربوع في اموال الناس مكتوبه بالالف. لو ان المساله رتابت كلمات كتبت كلها زي بعضها. امسك تبارك الذي بيده الملك، امسك المعجم المفارس وشوف كل تبارك تجد بعضها محذوفة الالف وبعضها اقرا بسم الله بسم الله ثم تجد محذوفة الايه الالف، اقرا باسم ربك تجدها فيها ايه الله. يبقى يدل على ان المسألة مش رتابة كلام، ده المسألة كل كلمة او كل نزلة من الوحي بشكل خاص وباسلوب خاص، وما بيختلطش جلسه بجلسه. وما دام ما بتختلطش جلسه بجلسه يبقى اذن محمد لا تصرف له ابدا في شيء، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى. اسال الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا الى ما يحبه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا مولانا رسول الله، وبعد، انتهينا في اللقاء السابق إلى أن القرآن الكريم تميز عن مطلق الوحي إلى الرسل بأنه وحي بطريق خاص وهو إرسال الرسول، حتى تكون في رسول الله صلى الله عليه وسلم
علامة عضوية تميز التقاءه بالملك، ولذلك كان صحابة رسول الله يرون ذلك فيه فيعلمون أنه يوحى إليه. وقلنا إن القرآن إنما ثبت بذلك لأنه معجز وليس منهجا فقط، والإعجاز يتطلب أن لا يكون للبشر فيه مجال، لأن الأحاديث التي رواها صلى الله عليه وسلم أحاديث أيضا رواها بالوحي عن الله، ولكنه وحي بطريق النفث في الروح، فقد يوافق رسول الله صلى الله عليه وسلم الحكم فيقوله، وذلك يعتبر توافقا، ومرة يعدل له الحكم. ولذلك قال المتشككون في منهج رسول الله أن تصحيح الله لأحكام صدرت من رسوله دليل على أنه قد يخطئ. نقول لهم ذلك جزاف في القول، نريد أن نحدد معنى الخطأ ومعنى الصواب. معنى الخطأ أن توجد قاعدة مسبقة ثم يخالفها المخطئ، فيأتي من وضع القاعدة ليصوبها له، تعلم الناشئ أن الفاعل مرفوع فيأتي فلا يرفع الفاعل، تصوب له أنت ذلك. معنى أنه أخطأ أنه خالف القاعدة الصوابية التي أعطيها. أما إذا لم تكن عنده قاعدة صوابية فلا يقال أنه أخطأ، لأن أخطأ تكون عنده قاعدة صوابية. فالأشياء التي عدل الله فيها لرسوله أحكاما لم يكن فيها حكم صوابي من الله ثم خالفه محمد ثم رده الله عن هذه المخالفة، ولكنه أمر لم يرد فيه حكم عن الله، فقال محمد فيه ببشريته المبنية على العصمة وعلى الفطنة وعلى الأمانة ما قال. ولكن أيمكن أن يقول قائل أن حكم البشر في قضية مساو لحكم الله في القضية، فحين يعدل الله الحكم لمحمد يبقى ما يقالش أنه إيه أنه صوب له خطأ. ولذلك يجب أن يعدل الفهم في قول الله سبحانه وتعالى إن هو إلا وحي إيه يوحى علمه شديد القوى إيه وما ينطق قبله، يقول وما ينطق عن الهوى، ما يقول لك مدام ما بينطقش عن الهوى، ساعة نطق بالحكم الذي يعدله الله كان حكم صح؟ نقول له لا مش صح، بس ما كانش عنده مش صدر عن هوى، ده عن مقاييس كده. المهم ان ما فيش هوى جنح به الى شيء. يبقى اذا لازم نفرق بين الايه بين الامرين. ولذلك حينما يعدل الله لرسوله صلى الله عليه وسلم بعض الناس يقوم عايز يعني يتك على بشرية محمد وإن أنتم بتدوله أكثر، مثلا نقول له يا أخي رفقا كل عتب من الله لرسوله صلى الله عليه وسلم افهموها أنه عتب لصالح محمد ليس ضده، فرق بين العتبين، فرق بين أن يعتب الرجل على ابنه الذي لا يذاكر، وفرق بين أن يعتب على ولده الذي يظل طول الليل يذاكر، هذا عتب وذلك عتب، إنما عتب عليه في الأولى لأنه قصر، ولكن ذلك عتب لصالحه في الثانية. يقول له أنت بتسهر نفسك ليه؟ مش كفاية كده قوم أنت، وينهره. هيقال أن ذلك عتب عليه أم عتب له؟ عتب له. رسول الله في قضية ابن أم مكتوم مثلا عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدري، وياخدوا منها بقى ويتكلموا طويل، نقول لهم افهموا يا ناس
ما الذي اختاره رسول الله في أمر هذه القصة؟ هل اختار الأمر السهل أم اختار الأمر الصعب؟ ده ربنا بيقول له وما عليك ألا يزكى. ما قال لا ما تسيبهم الناس دول، قال انت تعب نفسك وكفار قريش ليه علشان يأمن؟ راجل جاي لك مستوي جاهز عايز يعرف الأحكام كده، يبقى نقول له سهل. ابن أم مكتوم ولا صناديد قريش؟ لا ابن أم مكتوم أسهل. فبتعرض نفسك للأصعب ليه؟ بتعرض نفسك. وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلا، أنت بتلزم نفسك بما بغير ملتزم به. يبقى إذن بيعتب لصالحه ولا بيعتب عليه؟ يبقى بيعتب لصالحه. بيعتب لما تحرم ما أحل الله لك؟ يبقى العتب ده بالله لصالحه ولا لغير صالحه؟ بيقول ربنا حل ليك الحاجه دي، ليه تلزم نفسك بانك تحرمها؟ الله. يبقى اذا العتب في القران انما جاء لصالحه. يجب ان نفهم مقام محمد من مقام ربه، ونفهم ان الله لم يصوب له حكما بمعنى ان الحكم كان موجود فخالفه محمد وبعد ذلك صواه الله. لا، ما كانش فيه حكم خالص، فاجتهد محمد بشريته. فلما اجتهد محمد بشريته اللي عند ربنا احسن، وهل نستنكف ان يكون اللي عند ربنا احسن؟ ما نستنكف. فاذا ما عدل له شيئا قد يعدل له لصالحه هو، لصالحه هو. لما تحرم ما احل الله لك؟ يعني ليه لماذا تلزم نفسك الطريق الصعب؟ ام ده لا تقولها الا لمن تحب، لمن تحب وقد الزم نفسه بشيء أكثر مما يجب إيه؟ مما يجب عليه. وأيضا يدله محدش سمع مع رسول الله وحي الله لرسول الله، محدش سمع وهو اللي قال. فكأن دي مطلق الأمانة وأمانة الأداء والنزاهة، حتى اللي عليه بيقوله، حتى اللي عليه ولو لم يتغير من أجله الحكم. لو كان هيتغير الحكم يبقى معلش، لان الحكم هيتغير فيبقى يقول. انما مثلا في قضيه الاسره بتاعت بدر، الحكم زي ما قال النبي، ومع ذلك ذكر رسول الله الله اعاتبه في هذا وقال له عملت كده ما كان لنبينا. هل الحكم تغير ام بقي؟ بقي. طب كان ايه لزوم الضجه دي؟ انما امانه البلاغ. ولو تقول علينا بعض الاقاويل لاخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. إذن فكل ذلك يدل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أدى عن الله ما بلغه. فيه شيء عليه يقوله، فيه شيء يقوله، كل حاجة يقولها. إذن القرآن لازم نستقبله على أنه كلام الله لرسوله صلى الله عليه وسلم، وقد نزل إلينا كما قاله الله. كما قلت لكم تأتي الأشياء المشتبهة البسيطة في السياق الواحد. تقول ودي ليه بس اختلف الدين؟ علشان يفهمك انها مش رتابة كلام في معنى من المعاني، لا، ده كل حاجة بمذاق، كل حاجة بمذاق. ولذلك مثلا يجي الناس اللي كانوا قالوا زمان ان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا لا يعلمون قواعد الكتابة، فبقوا يحذفوا مثلا الالف بتاع باسم ومالف تبارك. نقول له يا شيخ انصف يا عاقل يا اللي عامل مفكر وبتقود الفكر في الشرق كله، اتفكر كويس. لو ان هذا خطأ املائي كما تقول من الصحابة لسرى الخطأ في كل مكتوبات القرآن. انما مرة اسم باسم تيجي بألف ومرة تيجي من غير ألف، فلو كان فيه خطأ كانت لازم تيجي ايه؟ ما شاء الله. تبارك تيجي برة من بألف ومرة من غير ألف. لو أن ربا زي ما قلت لكم جت مرة بالواو وجت مرة بالإيه، لو أن المسألة مسألة خطأ لكان جه درجة. ثم شيء آخر ما يدلك على أنه تلقي زي ما بيسمع بيقول حاكي. لماذا قرأنا في أول البقرة ألف لام ميم، وقرأناها في أول سورة الانشراح ألم ترى؟ ما هي دي ألف ولام وميم؟ ألم نشرح لك صدرك ولا ألم ترى كيف فعل إيه؟ اشمعنا أرد دي ألف لام ميم وديكها ألم؟
ما هي الاثنين زي بعض اهو. مما يدل على ان ذلك امر توقيفي، قرأها جبريل لمحمد هكذا فقرأها هكذا، وقرأها هكذا، فإذا فالرسم لا دخل له هنا رسم. ولذلك كانوا يحبون انهم يسهلوا قال على التلامذه فيكتبوا القرآن بالحروف الايه بقواعد الإملة، بقواعد الإملة. وفعلا كتب مصحف بهذا الشكل، وأرادوا أنهم يصدروه فحصل اعتراضات فجابوا لجان علشان فكنت أنا في اللجنة اللي بتناقش، فقال ده عشان نيسر على الناس القراءة. فأنا بقول له أصل القرآن ليس المفروض فيه أنه كتاب أي واحد يروح يقراه، ده لازم يتلقاه، لازم يتلقاه، لأن القرآن إنما جاء بالتلقي، إنما كأي كتاب وقصة كده وتروح تقراه ده ربنا بده يديله قداسة في أنك لا تتقحمه كده وتروح تقرأ فيه، لازم تقرأ عن قارئ والقارئ عن قارئ، والمدد يظل من القارئ الأعلى ما دام موصولا إليك. شوف ربنا تكلم وجبريل نقل لمحمد، محمد نقل لصحابته، صحابته نقلوا له، طالما أنت تتلقى فصفائية كل متلق عن الله تكون في نفسك حين تنطق، لكن لما بتيجي تعزله وعايز تقراه زي اي كتاب نقول لك لا يا حبيبي. ولذلك انا لما قلت له قال لي ده احنا بنيسر، قلت له لا، التيسير انك انت تخليه يتلقاه ما يقراهش لوحده ابدا، مش زي اي كتاب، لان دي ثم. ولذلك ربنا جعل بعض الكلمات توقيفيا تكتب على غير كتابة الاملاء عشان يبين لك برضو ان كتابته مخصوصة، كتابته قراءته مخصوصة وكتابته ولا يمسه الا المطهرون، عشان مش كل واحد كده عناصر التمييز، عشان تديله الايه تديله القداسة، تديله القداسة. فانت في الف فبقول له انت، هو رحمه الله انتقل، فبقول له أنت خالفت قاعدتك لأنك جئت في القرآن كله وكتبت الكلمات على وفق قواعد الإيه؟ الإملة. ما بالك جئت في أول البقرة وأوائل الصور لم تكتب ألف لام ميم، وبرضو كتبتها ألف بس لا ما أعمل راجل اندهش، قلت له أنت خالفت قاعدتك، كان الأصول بقى مدام هتكتبه على قواعد الإملة انك انت تكتب ايه الالف ولام وفيه وميم ويه وايه وميم، مش كده ولا لا؟ بس قلت له انت خالفت، انت نفسك خالفت القاعده وما حصلش لك اقتراء في ان تكتبها على طريقه الايه الاملاء وخلتها، لكن الذي سيقراك يعلم انك كتبته على طريقه الاملاء، مش كده؟ فساعة يقرا على قاعدتك، يبقى ان ارى الم يبقى صح، ان ارى الم يبقى ايه يبقى انت اللي ايه وفعلا صدر ايه الكتاب وانتهت المساله. اذا فيجب ان نستقبل القران قال مش مطلق كتاب، واحد يقول لك ده انا بيسر قراءته للناس، يقول له لا، الاول يسر تلقينه للناس يتلقنه وبعدين يقراه ايه كويس علشان ياخذ المدد الصفائي من السلسله الاولى من الرب الاعلى الى من اوصل لك. القرآن قلنا بقى ان الكون يفسره، عم يفسره، ففيه موجتان الآن، موجة في الكونيات تحاول كل شيء يبدو بسيط كده بارقة يروحوا لحمنها بالقرآن، وموجة تانية تقول لك لا ابعد القرآن عن هذه المسألة لأنها قد تكون خطأ وما تزبزبش الايه، هذا منهج خطأ وذلك منهج خطأ. ليه؟ قال لك لأنك يجب أن تفرق بين حقائق علمية ونظريات علمية، إياك أن تربط القرآن بنظريات علمية، لأن النظرية مدام لسه نظرية تخطأ، فإذا ربطته بالنظرية ثم تغيرت هتقول القرآن، أنت بقى هت إيه هتزبزب في القرآن،
لكن هناك فارق بين نظرية علمية وحقيقة علمية. ايه الفرق؟ هو معنى كلمة علم يعني ايه؟ انا عايزين نفسر كلمة علم. ما هو العلم؟ الالفاظ التي نسمعها في لغتنا كل لفظ له معنى، بس معنى مفرد. يعني مثلا سما ما علانا، انما ايه لونها؟ ما قلناش السماء زرقاء، السماء مش عارف ايه، ما قلناش. اذا اللفظ له ايه؟ معنى مفرد، مش في جملة ولا حاجة. الارض اللي احنا عليه، الكوب، انما هل الكوب ملان؟ هل الكوب مثلا كريستال؟ هل الكوب زجاج؟ هل الكوب صفيح؟ ما لناش دعوة. اذا فالالفاظ لها ايه؟ معان في ذاته، وبعد ذلك تدخل هذه المعاني في جمل، تدخل المعاني في جمل. الجمل دي بتسمها اسناد. محمد، ساعة ما تقول محمد نفهم ذات محمد، مش كده؟ وساعة ما نقول كلمة كريم لوحدها نفهم معنى كريم انه بيبذل. لما نقول محمد كريم يبقى عملنا ايه؟ اسناد. اسنادنا مين؟ الكرم لمين؟ محمد طويل، محمد قصير، مش كده؟ اه، بقت في جملة تركيبية يعني اسناد، بنسند له حاجة. ساعة تسند شيئا الى شيء نيجي نقول لك هذا الاسناد مجزوم به ولا غير مجزوم به؟ الاسناد ده مجزوم به ولا غير مجزوم به؟ يقول لك مرة يبقى مجزوم به ومرة يبقى غير مجزوم به. يقول له مدام غير مجزوم به، ان كانت النفي والاثبات قد بعض يبقى اسمه شك. اسمه ايه؟ شك. انا عايز اسند لمحمد، محمد كريم، يا ترى كريم ولا بخيل؟ يبقى فيه ايه؟ النسبتين قد بعض، يبقى ده اسمه ايه؟ محمد ياتي غد او لا ياتي، يبقى فيه ايه؟ شك في الاسناد. فان ترجح واحد يبقى ظن، تقول اظن ان محمدا ياتي غد، يبقى ده غالب الظن انه ايه؟ فان كان غالب الظن انه ما يجيش تقول ايه؟ اتوهم ان ياتي محمد. يبقى النسب اللي التي لا يجزم بها كم نسبه؟ ثلاثه، اما متساويه يبقى شك، راجحه تبقى ظن، مرجوحه تبقى وهم. يبقى كم نسبه عرفنا دلوقتي؟ في غير المجزوم به ثلاث اشياء: شك قد واحد، ظن ووهم. طب ان كانت النسبه مجزوم به، النسبه مجزوم بها، تقول له طيب انت جازم بها صحيح، انما هو الواقع كده ولا غير كده؟ يمكن جازم بكذب، يمكن جازم. اقوم اقول له اه، ان كان مجزوم به وده ما هوش الواقع اهو ده الجهل. يبقى الجهل هو ايه بقى؟ هل الجهل الا تعلم ولا ان تعلم عكس الواقع؟ ادي صعوبه الجهل. الناس يظنون ان الجهل الا تعلم، لا، يا ريتك ما تعلمش، انما الجهل ان تعلم خطا. يبقى ان كنت جازما بها وهي غير واقع فذلك جهل. نشوف بقى، فذلك ايه؟ جهل. طيب لا، مجزوم بها واقع، نقول له تقدر تدلل عليه؟ يقول لك نعم. اقول له ذلك هو العلم. يبقى العلم ايه؟ نسبه، مش كده؟ يعني اسناد ومجزوم به وعليه دليل. طب فان كان نسبه مجزوم بها ما على مش قادر ادلل عليه، نقول له ده تقليد، زي الولد ما بيقلد ابوه قل هو الله احد ويقعد يكرر فيه، لسه ما عندوش عقل ياخد الدليل، يبقى بيقلد مين؟ ابوه، او بيقلد استاذه. يبقى النسب المجزوم بها كم نسبه؟ اما جهل اذا كان جازما بها وهي غير حاصله، واما تقليد اذا كان جازم بها ووقع بس مش قادر يدلل عليه، وان كان جازم به ووقع وقادر يدلل عليه يبقى ده العلم. فهل يصطدم القران مع العلم؟ لا، يصطدم مع النسب الأخرى.
يصطدم مع الجهل، يصطدم مع التقليد، يصطدم مع الشك، يصطدم مع الظن، يصطدم مع الوهم. أما شيء ثبت أنه علم لا يمكن أن يصطدم، لأن قائل القرآن هو خالق الكون، ومدام قائل القرآن هو خالق الكون يبقى ما فيش حقيقة علمية كونية تناقض حقيقة قرآنية. متى ينشأ التناقض؟ إذا كان في نسبة من الإيه؟ من النسب التانية. تقول له آه، إذا كانت دي حقيقة قرآنية وعلمية ودي حقيقة كونية يبقى ما فيش فيها. إنما الغلط أن تفهم أن هذه حقيقة كونية وليست حقيقة كونية فتصطدم بحقيقة قرآنية، أو تقول دي حقيقة قرآنية ولا تكونش هي الحقيقة القرآنية فتصطدم بحقيقة كونية. مثلا لما نيجي الناس اللي بيقولوا لا الأرض مش كروية، ويجيب الآية والأرض مددناها، مش كده؟ يعني بسطناها، مش كده؟ تقول له أنت غلطت في الحقيقة القرآنية، مددناها ما تمنعش التكوير، وانت ظنيت انها تمنع التكوير، تبقى انت غلطان في الحقيقة القرآنية. لذلك لما قالوا الارض كروية قلت اصطدم القرآن مع الكون. نقول اصطدم القرآن بفهمك انت، لانك فهمت حقيقة قرآنية وهي ليست، بل الحقيقة القرآنية مناقضة لقولك. ليه؟ قال لك لان معنى والارض مددناها، الارض مطلق الارض، يعني كل ما تروح عند حتة ارض تلاقيها ايه؟ في أرض بعديه. لو أن الأرض مش كروية كان يبقى لها نهاية ولا لا؟ لما تيجي عند الحافة دي نقول ما فيش ممدودة، يبقى إذا مددناها تتطلب أنها تكون إيه؟ يبقى أنت خدت الحقيقة القرآنية بالعكس فاصطدمت مع الحقيقة الكونية. يبقى إذا قلت هذه حقيقة قرآنية ودي حقيقة كونية لا اصطدام أبدا، وليطمئن الغيورين على دين الله الذين لا يريدون أن يربطوا القرآن بالمسائل دي، نقول لهم لا اربطوه بالحقائق، بس تحروا الحقيقة القرآنية وتحروا الحقيقة الكونية تجدها ويا بعضها تمام ما تختلفش. إنما أن تقول هذه حقيقة قرآنية وهي ليست حقيقة قرآنية برضو. تيجي مثلا لما جم قالوا ويعلم ما في الأرحام، قاموا قالوا الله ايه دي مش حاجة خاصة من دلوقتي، الأطباء قعدوا بياخدوا عينات ويعرفوا ايه اللي في الله. تبقى انت دلوقتي هتاخد حقيقة كونية ومش هي الحقيقة الكونية. طب ومن قال ان الحقيقة القرآنية مقصورة على هو ذكر ولا انثى؟ ده بيقول ويعلم ما وما عامة. طب هيبقى طويل ولا قصير، ذكي ولا غبي، حليم ولا غضوب، وصفات الشخصية بقى كل دي. يبقى إن علم أنه ذكر مش كل مدلول ما مش كل، أنت حصرت مدلول ما في الحكاية دي إزاي؟ ثم تعالى يعلم الله ما في الرحم، ويقول الطب حيعلم ما في الرحم ذكر ولا أنثى، خلينا نقول برضو ذكر ولا أنثى، نقول إنه ما هياخد عينة وإيه ويحللها، إنما ربنا يعرفها ويقولها لمن أراد بدون أن يحلل وبدون أن يرى الحامل حتى. بس ويعلمها قبل أن تحمل، مش كده ولا لا؟ بيعلمها بدليل قال له يا زكريا أن نبشرك بغلام وسمه له اسمه يحيى. طب الطب بقى لما نقول له بالله روح لرحم أم مرات زكريا وشوف لنا بقى الحكاية دي، ده لسه ما عصلش حاجة. يبقى إذن الخطأ في أنك تقصر معنى القرآن على شيء، أو تقصر معنى الحقيقة الكونية على شيء، على شيء إيه؟ على شيء آخر. نقول له لا، اربط القرآن بالكونيات الحقيقية التي ثبتت ولا معدلة. أما بأمر النظري زي أول عصر الحديث ده وقع فيها كبار العلماء، مثلا الشيخ اللي هو صاحب الجوهر المكنون، الشيخ طنطاوي جوهر، والشيخ المراغي، والشيخ محمد عبده، أول ما اكتشفوا الكواكب السيارة السبعة قالوا بس هي دي السبع سماوات. هي دي السبع سماوات.
ما تمتش الفرحة وبعدين اكتشفوا واحد تامن. ليه؟ لأنهم لما قالوا سبع سماوات فرحهم هم معذورين، عايزين يفرحوا الناس بأن قرآنهم. نقول له يا أخويا والشمس والكواكب بتاعها أين هي من السماء؟ ده دي في السماء الدنيا كلها، السماء الدنيا. وبعدين مش جه بس كمان نبتون، جه بلوتو ومش عارف جم كم واحد كده، بقوا كام؟ بقوا 11. اه لو كانوا عايشين كنا قلنا إذن ربنا بقى غلطان، ده هم 11 سماء. وده ليه؟ من الجري وراء الظن العلمي. نقول له لا، كواكب الشمس، الكواكب دي بالنسبه للسماء ايه؟ ده انا بيني وبين الشمس اللي هي ام المجموعه كلها 8 دقائق ضوئيه، 8 دقائق ضوئيه، 8 دقائق ضوئيه يعني 186 ميل او 300 الف كيلو، ها؟ في 60 ثانيه، في 8 دقائق في 60 ايه؟ في 60 ثانيه، لان الثانيه الضوئيه فيها 300 الف كيلو او 186 ايه الف ميل. تقول له ده 8 دقائق، ده فيه المراه المسلسله بيني وبينها 100 سنه ضوئيه، الشعره بيني وبينها 14 سنه ضوئيه، فيه كواكب ثانيه بيني وبينها مليون سنه ضوئيه، وكل دي دون السماء الايه، دون السماء الدنيا. يبقى السماء مالها بقى ايه؟ ولما جم في قوله سبحانه وتعالى إن استطعتم أن، يا معشر الإيه؟ جن والإنس، إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. قال لك ده سلطان العلم اللي طلعنا للقمر. طب بس إيه حشر القمر في السماء؟ ده ربنا بيقول أقطار السماء وإيه؟ والقمر ضاحية من ضواحي الأرض. إيه دخل الحكاية دي في السماء؟ أم قال لك بسلطان نبقى نطلع للإيه؟ نقول له هو ده غلط، لأن لو كان بسلطان العلم لم يقل الله بعدها يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران، مش كده ولا لا؟ يقول لي أمال إلا بسلطان دي؟ قول له ده دي الآية الوحيدة إن لو لم ترد في القرآن ربما كنا نقول إن حديث المعراج حديث. ليه؟ لأن النبي صعد للسماء، مش كده؟ والقرآن بيقول ها يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون، وسكت. إنما كلمة إلا بسلطان يعني بسلطان منا، نديك جواز مرور تطلع، ما نديكش جواز مرور ما تطلعش. يبقى هي دي الآية اللي بتؤكد صدق مين؟ صدق الرسول. لو لم تأتي هذه لكان يبقى في إشكال، تبقى ملهاش دعوة بقى بانك طلعت القمر، لان القمر ملوش علاقة بحكاية السماء. القمر فين والسماء فين؟ ده ملايين السنين الضوئية اللي لما يعني تعمل رقم ما نقدرش نكتبه. لما تكون مليون اضرب مليون في ايه؟ مليون سنة، مليون في 365 في 4 في 12 ايه في 24 ساعة في 60 دقيقة في 60 ثانية في 186 ألف ميل، يعني 300 ألف إيه كيلو. شوف الرقم ده بقى ينقر إزاي، ما ينقرش إزاي. ولما يقول لك هنبعت ناس ومش عارف، أنت تقول له تبعت مين يا أخوي؟ لا يطلع إمتى؟ يرجع إيه؟ يطلع إمتى؟ ها؟ إذن المسائل يجب أن نلحظ أن هناك فارق بين حقيقة وبين ظن وبين جهل وبين تقليد وبين ايه، وقلنا وهم، قلنا وهم او شك. فاربط القرآن بالحقيقة العلمية الثابتة ولا تربطها بما عدا هذه الحقيقة، لانك تذبذب الايه، تذبذب القرآن. كل ما نظرية تيجي تقول القرآن بيقول، انت مخلص صحيح ونفسك تستشرف الى ان قرآنك يصدق ايات الايه، ايات الكون، نقول له لا. لكن الحظ انك انت مثلا قد تصدقه لحظة وبعد ذلك تعرضه الى الايه، الى الكذب مرات اخرى. اذا فالذين يمنعون ما لهمش حق، والذين يجيزون على الاطلاق ما لهمش ايه حق. نقول له فيه نسب ستة، اربط القرآن بنسبة واحدة وهي نسبة العلم اللي عليه دليل الحقيقة الثابتة، واما ما عدا ذلك من جهل من تقليد من شك
من ظن من وهم، فإياك أن تربط القرآن بواحد من هذه، وإن كان يحتمل أن يكون حقا، وإن كان يحتمل أن يكون إيه؟ أن يكون حقا. حينئذ نجعل القرآن قيم على ما يحدث في الوجود، لأنه مهيمن. فإن قال القرآن قضية وقال الناس بأي شكل قضية وهي تناقضه، نقول له لا، القرآن مهيمن، لأن كلامك ظن أو وهم أو شك أو تقليد أو جهل، وكلام الله يقين. فعدل نفسك كده لحد ما إيه؟ لحد ما تشوف. ولا عيب أن لا تفهم، لأنه ليس في أمر تكليفي. في أمر بالله، لما زي ما قلت لكم، لما عرفنا أن الأرض كورة والأرض بتدور ومش عارف إيه، ما الذي زاد من التكليف؟ طيب اللي ما عرفش الحقيقة دي من الأميين أو الناس اللي بتقول إيه اللي حصل له؟ يبقى برضه علم لا ينفع وجهل لا يضر. ما إذن فالأمور المسطورة في كونيات الكون وكونيات القرآن، دعها إلى أن تنضج النضج الذي يشرفك فأن تربط هذه بهذه، ثم تقول صدق الله في قوله سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الإيه الحق. يعني مثلا حينما إحنا كنا نفهم وإحنا صغيرين في الجغرافيا، ونقول مثلا أن الأرض كرة، صح؟ كان الأول بنجيب عليها أدلة، دلوقتي مش عايزة أدلة لأنها بقت مرئية، لما طلعوا كده وجابوا الصورة مش خلاص، أظن يعني مش عايزة، ليس مع العين أين، ما فيش مع العين أين، خلاص كويس أوي كده. وبعدين هنا نسمع إن الـ إن الـ إن الـ الأرض في حواليها الغلاف الجوي، والغلاف الجوي بتاعها بيعمل إيه؟ يدور معها، يدور. يبقى الغلاف الجوي بتاع الأرض من الأرض ولا لا؟ هو من الأرض. كنا نقرأ قديما قول الله سبحانه وتعالى أرسير في الأرض، فنأخذ على أن الأرض ظرف للسير وظرف المظروف ومش عارف إيه، لكن بعد ما عرفنا إن الأرض حتة منها جوه، يبقى أنا ما بمشيش على الأرض، لأن ما يمشيش على الأرض إلا إذا كنت همشي على الجو بقى، إنما أنا ما دام الجو فوقي بتاع الأرض وهو منها، يبقى أنا ساير فين؟ أبقى أنا ساير فيه، أبقى أنا ساير فيه. دي جد لو كنا أجهدنا الأسلوب علشان نفهمه زمان كان يبقى صعب، إنما بعد ما عرفنا يبقى الحقيقة الكونية عملت إيه؟ قربت لنا وخلت الإنسان يقدر يلتقط بقى. يبقى إذن ربنا لما قال قل سيروا في الأرض، يبقى كان يقصد إن الأرض دي لها غلاف جوي، والغلاف الجوي ده منه، اوعى تفصله عنها، وأنا ساعة ما بمشي بمشي في إيه؟ بمشي في الغلاف الجوي بتاعها، يبقى المشي فيها مش إيه؟ مش عليه. يبقى إذن لما تركنا الحقيقة العلمية تنضج، خلاص انتهت. لما كنا مثلا نقرأ وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله، كان يقول لك ده يمكن في الآخرة، ما هو مش متصور، يعني مش متصور إن الأرض اللي هو عليه تمشي، يقول لك ده في الآخرة. نقول له لا، ده الكلام بيجيب آية في الآخرة وآية في الدنيا، ولو كان في الآخرة يقول لك صنع الله الذي أتقن كل شيء، هي الآخرة محل كلام من دي؟ ده لا، مش ده صنع الله الذي أتقن شيء، يدل على أن القضية التي يتكلم فيها القرآن غريبة على العقل، فقال لك لا، ما تغربهاش على العقل، ده صنع الله. ومن بعد بقى ما عرفنا أن دي بقت حقيقة نقدر بقى نفر منها، صارت حقيقة كونية وعليها دليلها وانتهى. يقول وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، طب الجمال ثابتة في الأرض، وهل تمر الجبال هذا المر إلا إذا كانت الأرض لازم هي ضروري. وقوله سبحانه عشان يديك يعني المعنى، وهي تمر مر السحاب، والسحاب ليس مروره ذاتيا وإنما مروره بواسطة الريح، فكأن حركة الجبال مش ذاتية، حركة تبعية بتاعت الأرض، حركة تبعية بتاعت الأرض. وترى الجبال، ترى الجبال تحسبها، وهل في الآخرة حين تحصل لها ما يحصل يكون حسبان ولا يقين؟ طب معنى تحسبها يعني انت فهمك ملخبط،
انما في الحقيقه الكونيه الاخرويه مش هيبقى حسبان، كل المعلومات هتبقى ايه؟ هتبقى يقينيه مش حسبان. اذا ما دام حسبان يبقى هنا الظاهر شيء والواقع شيء، فانت بتحسب انها كده تحسبها جامده وهي تمر مر السحاب. وما دام السحاب ملوش حركه ذاتيه وحركته بحركة الريح، فكذلك الجبال الموتودة في الأرض حركتها مش إيه؟ مش ذاتية، بل حركتها بواسطة إيه؟ تابعة لدوران الإيه؟ لدوران الأرض. والحق سبحانه وتعالى لما بيدينا الصورة دي عايز ناخد منها عبرة كمان. الجبال العالية دي وعمالة تمر هذا المر، ده كان المفروض إنها تنفصل، انها تنفصل عن الارض. لا، ده بدي اقول لك ان في توازن. ما تنظرش الى البروز العالي ده، انظر برضو الى الايه، لا الزرع اللي تحت فيه تناسب في الكتله. معنى التناسب في الكتله هو اللي حافظ توازن الكره. بلك لولا التناسب في الكتله، بمعنى انك لو اخذت قطاعا من محيط اي قطعه في الارض الى مركزها وجبت قطاع تاني مقابل، لازم يكون يساويه وزنا. ان اتغير، لو بنت عماره لازم تقع. لو بنت عماره، تعالى الكره كده وحط عليها حته عينه، الزقها في ناحيه كده وخلي الكره دايره، تلتفت لها ايه؟ اسمها الطرد والابعاد. ليه؟ لان التوازن هيختل. لكن الارض سايله من تحت مصهوره، ساعه ما تنمي شويه صخور من جبل عشان تعملهم عمارة، يبقى خفت من قطاع الصخور، مش كده ولا لا؟ وبقت زادت من في قطاع العمارة، تقوم الزيادة دي المنصهر تحت الأرض روح عامل توازن على طول وبقت تمام. ده التوازن. ولذلك تبني عمارة مهما تبني والأرض تمشي. ليه؟ لأن العمارة ما بقتش عمارة عالية دي ولها كتلة ولها وزن إلا وقد نقصت من مكان آخر. هذا المكان الذي نقصت منه حينما ضغطت العمارة على السائل تحت، راح شوية من السائل موازي للميزان، راح رايح للإيه؟ للحتة اللي ضعفت منها، فظلت الكتل متساوية من قطاع محيط إلى مركز الأرض زي قد بعضه، تقوم تدور مهما تدور. ولذلك الجبال ما بتقعش والعمارات ما بتإيه؟ لو كانت جامدة بقى تحت وكانت اتنطرت كلها. إذن الله سبحانه وتعالى بيلفتنا إلى آيات في الإيه؟ في الكون. بس إحنا ما بنتعسفش عشان نطلع الآيات قبل أن تنضج، ما بنتعسفش ونجهض الآيات قبل أن يتم حملها في الكون. لا حمل، كل سر في الكون له إيه؟ له مدة حمل وله ميلاد. ما تجهدش الأشياء علشان تطلعها بدري، سيبها لحد. ولذلك ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم تفسير هذه الأشياء لحد هي ما تهب كده وتخليها. ولذلك سيدنا عمر قال ده يحصل، قال له يحصل قدام بلا استعد له، يمكن يحصل، قال له دعوه فإنه ساعة يحصل يؤذن الله لعقول أن تجده. ما تقعدش تتعب نفسك في أشياء مالها اول ولا ايه اخر، في علم لا ينفع وجهل لايه؟ وجهل لا ايه؟ لا يضر. اذا فالقران لا بد ان يستقبل هذا الاستقبال، كلام الله لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. حمل منهج البشريه ليحمي حركه الانسان الاختياريه، وما دام يحمي الحركه الاختياريه ليستديم الجمال في الكون، ليظل يكون موزون فيما لك فيه خيار زي كما هو موزون فيما لا خيار لك فيه. احنا كنا قلنا زمان ان الكون فيما ليس لي فيه عمل مضبوط تمام، انما فساده جاي منين؟ كل حاجة انا دخلت فيه هي اللي فسدت، لانني دخلت فيها بدون منهج الله. ولو دخلت في الامور الاختيارية بمنهج الله لاستقام جمال الكون كما استقام جماله فيما لا دخل لك فيه. أنا ضربت مثل، قلت لما تروح مثلا غابة أو روضة لم يدخلها إنسان، تقوم تلتفت تلاقي الجمال ده. وبعدين روضة تانية الناس إيه؟
عرفوه بقى يروحوها في الاجازات والمش عارف ايه, تلتفت بقى تلاقي بقى الورق الملفوف وقشر الموز وقشر البرتقان والعظم وزف السمك ومش عارف ايه, والعيال شخت هنا والولد عمل هنا, وقرفوا الدنيا لانهم دخلوها بغير منهج الاحتياط. لو سابوها كده زي ما هي تروح تلاقيها الجمال ما فيش احسن من كده, وتلتفت تلاقي حتى الحيوانات تعيش على بعضها وتعيش على الفضلات بتاعتها تسمد الله, يعني شغلانه كده. اذا منهج الله جاء ليعصم الحياه من حركه الانسان الاختياريه, ليظل جمال الكون موجودا, واذا ظل جمال الكون موجودا رضي الموجود عن الوجود. وما دام رضي الموجود عن الوجود استقامت انفاسه وحركته, لان ما يجيش ركض في القلب الا عدم رضا. فما دام انت ترضى عن الوجود ويبقى جميل قدامك كده, لا تفكر الا في الجميل ولا تصنع الا في الجميل, ما فيش حاجه قلب خلاص, يبقى الكون كله ايه, كله جميل. اذا منهج الله بالقران انما جاء ليهدي للتي هي اقوى, ولذلك قال انا انزلت القران لانه جاءت فتره الرسالات فيها انطمرت والداءات فيها كسرت. ولذلك شوف الشفاء والرحمه, وننزل من القران ما هو شفاء. ايش معنى اقدم الشفاء على الرحمه؟ طب ما تكون الرحمه الاول عشان ما يجيش مرض وبتاع. الرحمه ان لا يوجد داء, انما الشفاء ان يكون الداء موجودا وبعدين يجي له العافيه. فاللي حدث ولما جاءت الرساله المحمديه كانت الداءات موجوده ولا لا؟ فجاء ليشفي من الداءات اولا. فاذا شفى من الداءات اولا واستقر منهجه في الارض وحكم حركه الحياه, تبقى تيجي الايه, تبقى تيجي الايه, الرحمه. ليه؟ لان الاصل في الاشياء انك انت تمنع الشر اللي طرأ عليها اولا. درء المفسده مقدم على جلب الايه, على جلب المنفعه, وبعد ذلك تدي الايه, رحمه. يبقى إيه؟ القران جاء شفاء لانه نزل على جاء على فتره من الرسل, وداءات البشريه كسرت, فلا بد من شفاء هذه الايه, الداءات. فاذا ما استقر الشفاء من هذه الداءات ابتدات الايه, الرحمه, ولا تاتي داءات. فان حصلت غفله وجاءت داءات فعاودوا صيدليه القران للشفاء. حين تعودون الى صيدليه القران للشفاء, يبقى اذن الداء يعلم ان له دواء. نسال الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا الى الخير وان يلهمنا السداد, والى لقاء اخر.